اوعى يا عم، خد يا عم اوعى سلام. اوعى ايدك، انت مش تعرفني يا دكتور. سيبه ده جنايني بتاعي، سيبه. اتكل على الله، اقول لك الجنايني وهزقتونا. ايه موضوع الجنايني ده؟ انت ايه اللبس اللي لابسه جاي بيه هنا ده؟ انا جاي على ملا وشي من اللي انا فيه، ابوس ايدك اخلعني من الحبايه دي. الناس بقت بتكرهني وتخاف مني، اهل حتتي بيخافوا مني. ابوس ايدك يعني، شوف لي اي حاجه، انا قلبت بلطجي. اديك حبايه الجبن. جبن يا دكتور؟ يعني يا شجاعه يا جبن، شوف حاجه كده تفرفشني كده وتبسطني. وسط كده؟ اه. هديك حبايه النفاق، ايه رايك؟ النفاق؟ طبعا. بس انا ابويا الله يرحمه كان بيقول لي ده حاجه وحشه قوي. وحشه ايه؟ اولا هيبقى معاك فلوس كتير، الناس كلها هتحبك، محدش هيقدر يكلمك اصلا ولا يقرب منك، وهتعلى هتعلى هتعلى. اطلبها لي اطلبها لي. بس اسمع. ايه؟ حبايه النفاق دي مش هيروح اثرها الا بحبايه تانية، يعني لو انت ما خدتش حبايه تانية هتفضل منافق طول عمرك. ما يمكن ننبسط، ما فيهاش حاجه، ادهاني بس، ادهاني احسن من اللي انا فيه. متاكد؟ متاكد. ادريس. نفاق نفاق. جرب النفاق فيها ايه؟ احنا كل اللي حوالينا منافقين، اشمعنى احنا يعني؟ ها؟ مساء الخير يا دكتور. مساء الفل. أتسي هايل هايل. لا حلوة، وانت حلو، بسم الله ما شاء الله، نضارة ونضارة شيك، وفيك كده عارف هقولك ايه؟ ايه؟ قازم الساهر. والله فعلا. قازم الساهر قاعد قدامي فعلا. انا مش عايز ابالغ واقول حسين فهمي بس اشتغلت فعلا. اشتغلت يا مسعود، كده بتنافق كده، الحبايه اشتغلت. تتكلم بجد؟ نفاق فوري. سلام عليكم. مية مية. سلام عليكم. يلا اجري يا مسعود. سلام عليكم.